بعد عودة السودانيين إلى بلادهم. انخفاض أسعار الإيجارات، هل ممكن انخفاض أسعار الإيجارات؟ الأيام اللي فاتت شفنا رجوع عدد كبير من السودانيين لبلادهم بعد ما قضوا فترة كبيرة في مصر بسبب اللي كان بيحصل في السودان واللي كانت شغالة هناك في السودان، وبعد ما رجع كتير منهم بدأ كتير من الناس بيتساءلوا في الشارع المصري، هل يا ترى أسعار إيجار الشقق في مصر هتنزل الفترة الجاية ولا لا؟ في الموضوع ده قناة صدى البلد عملت اتصال هاتفي مع النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عشان يكلمنا عن توقعاته بخصوص تأثير رجوع السودانيين على أسعار الإيجار في مصر. النائب ياسر عمر قال إن نزول أسعار الإيجار في مصر بعد رجوع عدد كبير من السودانيين لبلادهم هيعتمد على عدد اللي رجعوا، بمعنى لو نص السودانيين اللي كانوا في مصر رجعوا للسودان ده هيأثر على أسعار الإيجار ويخليها تنزل بنسبة حوالي 25%، لكن لو نسبة العائدين أقل من 50% فالنائب أكد إن ده مش هيكون ليه تأثير كبير على نزول أسعار الإيجار في مصر. النائب ياسر عمر كمان وضح إن موضوع نزول أسعار الإيجار بيعتمد على العرض والطلب في السوق، بمعنى إن لو عدد الشقق اللي كانت مؤجرة لإخواتنا السودانيين بقت كتير ورجعوا لبلدهم طبيعي يكون في شقق فاضية أكتر، وده ممكن يخلي أصحاب الشقق يضطروا ينزلوا الأسعار عشان يلاقوا مستأجرين، لكن لو العدد اللي رجع ما كانش كبير مش هيبقى فيه تأثير قوي على السوق. بمعنى مبسط ومعنى آخر مبسط إنه الموضوع عبارة عن عرض وطلب، زي ما النائب وضح الموضوع عبارة عن عرض وطلب. لو أعداد كبيرة من إخواتنا السودانيين رجعوا لبلدهم فبالتالي أسعار الإيجارات هتتأثر في مصر، فبالتالي أصحاب الشقق هيكونوا مجبرين إن هم ينزلوا سعر إيجار الشقة عشان يلاقوا مستأجرين. أترك لحضراتكم تعليق على هذا الخبر.